بسم الله، من اول الحاجات اللي لازم تظبطها في المشروع قبل ما تبدا موضوع اللوكيشن، لانه بتوقف عليه حسابات كتيره جدا. فاول حاجه باجي من مانج واقول له لوكيشن، هاجي هنا ممكن اختار البلد من خلال حاجتين. اول حاجه ان انا اختار ديفولت سيتي ليست، بيجيب لي قائمه بالبلاد فاقدر اختار البلد اللي انا هعمل المشروع فيها، تمام؟ فبيجيب لي معلومات خطوط طول العرض الخاصه بيها، التايم زون، ممكن استخدم daylight saving time ولا لا، تمام؟ او ممكن اقول له انترنت مابنج سيرفيس وهو بيبدا يجيب لي المكان اللي انا عايزه، وتقدر تعمل نقل كده اهوت المكان اللي انت عايزه، وتقدر تعمل سيرش على الحته اللي انت عايزها، تمام؟ خلينا هنا مثلا في ايجيبت، تمام؟ لو انت عايز تعمل مشروع في ايجيبت، هو هيجيب لك البروجكت ادرس الخاص بيك، او تقدر تكتب اللي انت عايزه تعمل سيرش عليه، تمام؟ الكلام ده هيتوقف عليه اول حاجه الوزر، المناخ بتاعك هيختلف حسب البلد اللي انت اخترتها، تمام؟ هو بدأ خد معلومات منين؟ من المطار بتاع القاهره، ده شاف اقرب مكان فيه معلومات خاصه بدرجات الحراره، تمام؟ طبعا درجات الحراره هتفرق كتير جدا معاك في حسابات التكييف وحسابات الكهرباء وكل الحسابات اللي انت ممكن تحسبها، تمام؟ الهيتنج ديزاين تمبريتشر هتكتبه قد ايه، الكليرنس نمبر قد ايه، تقدر تشيل العلامه من ديت اللي هي ان انا استخدم اقرب مكان فيه محطه بتاعه مناخ، واكتب انا الارقام لو انا حاسس ان الارقام ديت قديمه او محتاجه تعديل او بشيل دي الارقام اللي عايز احسب عليها، تمام؟ طيب بعد كده في خانه هنا اسمها السايت، بيبدا يجيب لي السايت في السايت اللي هو متعرف هنا حسب النقطتين اللي احنا هنشوفهم دلوقتي، والزاويه بتاعه النورث تو ترو نورث. ايه الفكره بقى من البروجكت نورث والترو نورث؟ دلوقتي في عندي ترو نورث للمشروع نفسه، تمام؟ اللي هو على طول بيبقى اتجاه دوت، وفي الترو نورث الحقيقي، تمام؟ طيب ممكن اجي هنا من اورينتيشن من البروبرتيز بتاعت الفيو واقول له انا عايز اشتغل على الترو نورث، فيبدا يظبط المبنى بتاعي بحيث يجي على الترو نورث بتاعي. في بعض اللوح خاصه في الجزء الاركتكشر بنحتاج ان احنا نظبط بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اظهر النقطه بتاعه السيرفي، هاجي هنا اقول له في وادخل في السايت، من علامة زائد اللي هنا بعلم على البروجكت بيس بوينت والسيرفي بوينت، هيبدأوا يظهروا معايا. تمام اهو دي النقطة ديت اللي هي السيرفي بوينت، تمام؟ ويبدأ يديني المعلومات الخاصة بيها، وده النقطة ديت اللي هي البروجكت بيس بوينت، ومديني الأرقام النورث بوزيشن تو بوينت، تقدر تعدل الأرقام ديت عشان تقرب من الأرقام الحقيقية، ودي الأنجل اللي هي الترو نورث، وممكن تقدر تنقلها سواء من تكتب الأرقام ديت، تمام؟ الأرقام اللي هي الأرقام الحقيقية، الإليفيشن بتاعة النقطة ديت من على سطح البحر، الأنجل تو ترو نورث، ده على أساس إن أنت تعمل شغل حقيقي، الشغل اللي هو معتمد على الحسابات الحقيقيه، وده هيتوقف عليه طبعا الحسابات كلها بتاعت مثلا الظلال، التكييف، الكهرباء، كل الحاجات ديت هتوقف عليها المكان اللي انا موجود فيه، الاعداد بتاعه ترو نورث. يعني لو جيت اظهرت مثلا السن سيتنج وخليتها اون بعد ما شفت الحسابات هتعمل ازاي، قلت له مثلا اون، والظلال برضو بتختلف حسب الاعداد بتاعتك. بس بدل الالكتريكال خليها اركتكشر، هيبدا يظهر لي الظلال. تقدر تيجي بعد كده هنا في الاعداد بتاع الشمس سان سيتنج، وتقول له مثلا انا عايزها سنجل داي، وتبدا تختار من الساعه كام للساعه كام زي ما انت عايز، تبدا الزلطه تظهر معاك بالشكل دوت، تمام؟ وطول ما انت عامل الاعدادات مظبوطه هتبدا تلاقي الاعدادات زي الواقع بالظبط.